السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن مدعي المهدوية في كل زمن وجيل، وعن طريقة كشفهم وكشف خداعهم للناس، تعالوا بنا نتدبر هذا الاقتباس من أحد بيانات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، والذي كان الإمام قد كتبه ردا على تساؤل أحد المبايعين له. كتب الإمام هذا البيان بتاريخ 29 من شهر جماد الثاني لسنة 1430 للهجرة، الموافق 23 من شهر يونيو لسنة 2009. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا أخي المصري، إني أنصحك لوجه الله وأعلم من الله ما لا تعلم، أنه لا يدعي أنه المهدي المنتظر بغير علم إلا من يتخبطه مس شيطان لا شك ولا ريب. وكثر من يدعون شخصية المهدي المنتظر في كل جيل وعصر منذ أمد بعيد، وتلك حكمة خبيثة استخدمتها الشياطين في كل جيل، فتوسوس لشخصيات في كل جيل وعصر بأنه هو المهدي المنتظر، وذلك حتى يتعود المسلمون على من يدعون المهدوية في كل جيل، حتى إذا جاءهم المهدي المنتظر الحق من ربهم فيقولون: وهل هذا إلا كمثل المهديين المدعين في كل جيل؟ وبين الحين والآخر يظهر لنا مهديا منتظرا جديدا، ثم لا يصدقون بالمهدي المنتظر الحق من ربهم الذي يدعوهم إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله الحق بعلم وسلطان مبين، ثم يعرضون عنه بزعمهم أنه كمثل الذين ادعوا المهدوية، فمن ثم يعرضون عن المهدي المنتظر الحق من ربهم ثم يعذبهم الله عذابا نكرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد نجحت الشياطين باستخدام هذه الحكمة الخبيثة عن صد الناس بالتصديق بأنبياء الله، وكانوا يوسوسون في الزمن القديم في عصر الأنبياء لشخصيات كثيرة، فيدعي أحدهم أنه نبي من رب العالمين بغير علم ولا سلطان، وسرعان ما يتبين للناس من حوله أنه مريض يتخبطه مس شيطان، ثم يجن فيعلمون جنونه، وذلك حتى إذا بعث الله نبيا حقا من عند الله بعلم وهدى وسلطان منير، فأول ما يحكم عليه الناس أنه لمجنون. وقالوا كما جاء في كتاب الله تعالى: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. صدق الله العظيم، أي اعتراه بمس بسبب ذكره لآلهتهم بسوء، ويقولون أنه لمجنون لأنهم تعودوا على شخصيات كثيرة يدعون النبوة بغير الحق، ثم يتبين للناس أنهم مرضى. ولكن الشياطين علموا أنه قد يؤيد الله نبيه بآية معجزة، فيتبين لهم الحق أنه حقا رسول من رب العالمين، ومن ثم عمد الشياطين إلى اختراع سحر التخيل، وليس له آية حقيقية على الواقع الحقيقي، وإنما يسحرون الأعين، والهدف من ذلك ليكون السحر ضد التصديق بالمعجزة. ولذلك فأول ما يؤيد الله أنبياءه بآيات التصديق بالمعجزة الحق على الواقع الحقيقي، ثم يقول الناس إن هذا لسحر مبين. ويا أيها المصري المبايع، أقسم بالله العظيم أني لا أنافسكم على منصب المهدي المنتظر الذين تطمعون إليه بغير الحق، ولكني مجبر بالحق من ربي، ولا خيار لي من بعد الاختيار لي بالحق من ربي، ذلك لأن المسؤولية عسيرة وليست يسيرة، فلن يسأل الله المهدي المنتظر عن شعب واحد من شعوب العالم لكان الأمر أهون، ولكنه سوف يسأله عن عالم بأسره، فلما تطمعون لهذه المسؤولية الكبرى بين يدي الله؟ أليس أهون لكم أن تحاسبوا على أنفسكم وأزواجكم وأولادكم من أن تحاسبوا على عالم بأسره؟ فهل تظنون المسؤولية بسيطة بين يدي الله؟ وأقسم بالله العظيم، لولا أني مجبر لقبول الاختيار لكي أستطيع أن أحقق النعيم الأعظم من الدنيا والآخرة، فيكون الله راضيا في نفسه بعد أن يدخل الناس في رحمته، لرجوت من ربي أن يعفيني ويختار غيري ويأخذ روحي إليه. أيوة ربي، والله على ما أقول شهيد ووكيل.